خليك مثال مشرف لبلدك، خليك دايما حافظ على وطنك، حافظ على تراثك، حافظ على ايه؟ على مقدرات الوطن، حافظ على الشوارع نفسها. اوعى تحرق، اوعى تكسر، اوعى تضرب، قول حسبنا الله ونعم الوكيل لو انت مظلوم. وان شاء الله باذن الله ربنا يولي من يصلح، ربنا يهدي حكامنا ومسؤولنا للقرارات الصائبه. ادعي قول يا رب يوفق الناس دول في قرارات محترمه مظبوطه، يعيدوا حساباتهم مع نفسهم، عشان الناس كلها بقت تشتكي، حتى هنا في المانيا الناس بتشتكي. صباح الفل، اخباركم ايه؟ كله تمام؟ والله الصحيان يا جماعه جميل، وبيخليك عندك باور وعندك حماسه لاي شيء انت عاوز تعمله. الحمد لله كل يوم بتسمع اخبار جديده واخبار حلوه، وخصوصا الصبحيه. الشعب الامريكي يصحى الصبح تلاقيه بيضحك بيهزر بفرفش، سبحان الله. والشعوب دي برضه تلاقيهم بيضحكوا في وشك، تسمو سما جميله قوي كده. صباح الفل عليكم، نهاركم زي العسل، وايامكم كلها خير ورزق، وربنا ما يجيب لحد اي كرب ولا اي شيء يزعجه ولا يشوفه في بلده. لما بقول لك اوعى تحرق واوعى تولع واوعى دماغك توديك ان انت تخرب بلدك، انا خايف عليك. انا ما بيهمنيش الاشخاص، انا بيهمني البلد الوطن. شوف البلاد دي عليها نظيفة قوي، حتى الناس لما بتيجي تعمل مظاهرات بيعملوها بادب واخلاق وتربيه، حتى لو كان فيهم واحد كده الشرطه بتتعامل معاه الموضوع بيخلص. انت بقى ما تعملش زي الناس دول، عقلك. احنا بنتقدم مش عاوزين نرجع لورا. يا رب يهدي الحال، يا رب يهدي الحكام، يا رب الغلاء ده ينتهي، يا رب الناس ربنا يلهمهم بحلول جميله تريح الناس. مش عاوزين اكتر من كده، والله العظيم ما عاوزين اكتر من كده. سين او صاد او ميم او عين او ايا كان، ربنا يصلح. طالما موجود في منصب مسؤول في الدوله بتاعتك، ربنا يصلح حاله، ادعي له عشان ربنا يهديه للخير، فينعكس الخير ده عليك انت وعلى اولادك وعلى اسرتك وعلى مستقبلهم. فكر كويس الحكايه دي. المهم مش عايزين نتكلم في الموضوع ده كتير، انت بصير على نفسك وخلي دايما ضميرك امام ربنا. الشيء اللي بتحرقه ما بيتعوضش. يلا نبدا الفيديو بتاعنا الجميل، بس بعد الكورس. النهارده مش هجيب سندوتشات ولا هجيب كورس، النهارده نقعد ندردش مع بعض في صباحكم الحلو. خلي بالكم نفسكم، وزي ما قلت لك بلاش اي حاجه وحشه. الله على الصبح الجميل، الله على اليوم من اوله ما شاء الله. اجمل حاجه في الدنيا ان انت تصحى بدري. بجد الفتره اللي قبل الكورس انا ما كنتش بصحى بدري، كنت بصحى الساعه 9 احيانا 10، يعني نادرا اول ما اصحى 8. بس الايام دي الحمد لله رب العالمين بصحى الساعه 5 كعادتي سابقا لما كنت في اوكرانيا. ايه رايكم في الصبح الجميل ده؟ والله افتكرت اغنيه ام كلثوم، يا صباح الخير يا اللي معانا يا اللي معانا. اوه يا عسل، صباح الفل يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. اتفضلوا معانا كبسه يا جماعه، كبسه فراخ. اتفضلوا. والله بسم الله بسم الله. والله يا جماعه انا عند الحاج عبد الله، بس بقى مش هنصور ولا بتاع ولا اي حاجه، هو اللي عمل كل حاجه. اتفضلوا، اكل يستاهل بقكم بالصلاه على النبي. تسلم ايدك يا عم عبد الله. والله حبيب القلب، حبيب القلب، حبيب القلب، غالي والله، غالي غالي غالي. عز من الدين. الله يسترها معاك يا عم عبد الله، الله يسترها معاك حبيبي. النهارده الصبح عديت على البيت وانا في الريسبشن تحت، لقيت حد عربي تقريبا طفله كاتبه قصيده هي مش كاتباها، نقلها من حته، بس القصيده روعه. خليني اوريها لكم، وان شاء الله لما اروح واقعد ان شاء الله اي حاجه داخل المكان لازم اصورها لكم، ولازم اخليكم تبقوا معايا خطوه بخطوه. صباح الفل. النهارده جاي عشان استلم الشقه الجديده بتاعتي، ففي المدخل لقيت العباره دي بالعربي: ذات مره كنت انام فخطرت على بالي كلمه صغيره، هل سيكون في يوم من الايام بمقدور كل منا الحفاظ على المسافه الصحيحه بينه وبين نفسه وبين الاخرين؟ معقول هيجي اليوم ده ان الناس تحترم المسافات الصحيحه بينها وبين نفسها وبينها وبين الاخرين وبينها وبين العالم كله؟ في يوم هبقرا لكم الكلمتين دول. فاكرين البحيره اللي انا دايما بصورها؟ بصوا بقت عامله ازاي، شايفين؟ تقريبا ما فيهاش ميه خالص. ممكن المنظر ده يخلي حد مثلا يقول لك ايه حجر الجوع ده، عندهم جفاف ده، انت عارف في بعض
من العلم اللي هي بتبقى قليلة فما بيصدق يزيط زياط من الاخر. بس خليني اوريكم البحيرة وهي جافة وهقول لكم سبب الجفاف مش حاجة رجوع ولا حاجة. بصوا البحيرة قد ايه، شايفين كل ده صفوه من المية، تصور. ها والله العظيم البحيرات دي كلها معظمها مرتبطة بقنوات، يمكن انا وريتكم قناة بتنزل المية بتاعت البحيرة وقلت لكم في مية جارية هنا، فاكرين؟ مش عارف انا قلت الحكاية دي ولا لا، بس مرة صورت حاجة زي كده. بيفتحوا القنوات والمية بتاعت البحيرة كلها بتنزل على النهر. طب هما ليه بيفضوا البحيرة؟ هما ناس مجانين؟ لا، ما هو انت ما انتش واخد بالك ان الجو بتاعهم جو امطار وجو ثلوج، وانت داخل على موسم الشتاء، فلو التلج نزل والمطر نزل هتلاقي البحيرة دي المية طلعت فوق على الناس. فناس بصراحة بتفكر يقولك احنا بنفضي ولما تنزل مية الامطار والثلوج يبقى في مية في البحيرة، ولو فيها مية ناقصة نزودها. ده اللي بيعملوه الالمان، عشان كده تبص تلاقي ضفاف في البحيرة دايما نظيفة، والخضرة اللي فيها مش عارف هقولك مش ايه. في احيانا الزرع لما بتسقيه زيادة عن اللزوم بيموت وبيرنخ وبقى ريحته وحشة، انت واخد بالك؟ فكتر المية مش حلو للزرع، احنا عارفين الكلام ده وكلنا ناس ريفيين. وبالمناسبة يا جماعة انا ما بتكلمش اللهجة الصعيدية، ما بتكلمش ليه اللهجة الصعيدية؟ لاني عشت تقريبا حياتي كلها في القاهرة. طب ما في ناس من الارياف من وجه بحري مثلا بيتكلموا عادي زي اللي بيتكلموا في القاهرة، لا هم الناس دول ما بيسألوش نفسهم ليه ما بيتكلموش اللهجة الفلاحي بتاعتهم، فهمت؟ فعارف هتقعد ايه؟ تقعد تتكلم كتير قوي عن الفقاعات، فرايح دماغك وسيبهم يفقعوا. طيب البحيرة فيها سمك؟ ما هم سايبين برضو مكان هناك اهو الناحية، الجزء اللي هو الناحية دي ده سايبين فيه مية كتير قوي، فالسمك بينزل الناحية دي، واكيد طبعا عدى في القنوات اللي هي وريتها لكم. يلا عاوز اوريكم حاجة تاني من معالم نورنبرج، بس الشجر مضلل عليها او مغيم عليها او مداريها. خلينا نروح عندها وهقول لكم معلومة برضو عن مدينة نورنبرج. شايفين المبنى ده يا جماعة؟ هصوره لكم من الناحية التانية كمان. شايفين؟ والمداخل بتاعته عاملة ازاي؟ حاجات قديمة قوي. طبعا سيبك من الكرفانات دي، ده هم المهندسين هنا بيشتغلوا بتاع والعمال وبيظبطوا بعض الصيانات. ده مقر الحزب النازي، يعني ده مش متحف، لا هو دلوقتي متحف، لكن كان الاول في ايه في زمن هتلر كان مقر الحزب النازي. تعالوا بقى اوريكم مقر الحزب النازي بقى ايه دلوقتي، بقى موزيه متحف. مبنى ضخم جدا وتمشي كتير قوي حواليه. انا مصمم النهارده ان انا احكي لكم حكايه ايه هتلر، ما انتوا عارفينها كلكم. خليني بس اكمل الجزئيه دي وبعد كده نشوف هنعمل ايه. شايفين يا جماعه المنظر عامل ازاي؟ بصوا مبنى ضخم 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 جدا جدا جدا. كان مقر الحزب النازي زي ما قلت لك، عامل زي ايه ما اقدرش امثله لان مش بالضخامه دي، يعني مبنى الحزب الوطني الديمقراطي كان في ميدان التحرير، يعني كانت عماره تقريبا او حته كده بتاع نقول مثلا 3 4 قراريط، انت واخد بالك؟ لكن ده على مساحه رهيبه، فاهم؟ انا طبعا ما دخلتوش من جوه بس لازم اوريه لكم ان شاء الله في يوم من الايام. وفي ناس على فكره هنا في نورنبرج مش عارفه معلومات كتير قوي عن المبنى ده. النهارده ان شاء الله باذن الله هنكمل الموضوع ده. انا جاي من الاتجاه ده، شايفين؟ وشايفين المساحه كل ده حوالين المخفي ده. مقر الحزب النازي بعد سقوط هتلر وهزيمته واختفائه عملوا المحاكمات بتاعت النازيين هنا في مدينة نورنبرج، المدينة اللي كان فيها اكبر حزب او اكبر مقر للحزب النازي في المانيا. فعملوا المحاكمات، ويمكن انا وريتكم الشكل بتاعت المدرجات اللي هي اتعمل فيها المحاكمات بتاعت النازيين، اعدامات بقى واديله سجن ومش عارف ايه. المهم طهروا بلادهم من الفاشيه. الالمان اللي هم بيتقال عليهم نازيين دلوقتي، لا نازيين ايه يا ابني، ده حكموا هتلر وحكموا رجالته كلها هنا واقتصوا منهم، يبقى فاشيه ازاي ونازيه ازاي؟ يعني
عارف في ناس بتتكلم من غير عقل، تتكلم كده وخلاص. يعني شوف المنظر عامل ازاي يا جماعه، انا ماشي بالعجله عشان اوريك ضخامه المبنى او المقر ده عامل ازاي. شايف حاجه يعني بصراحه ايه، بصراحه تتعجب من عقليات هؤلاء الناس. شوف المبنى مش هيخلص، واحنا برضو مازلنا ماشيين حوالين مقر النازيه والفاشيه والمهلبيه. يا عم احنا مالنا احنا ومال الكلام ده، احنا مالنا احنا ومال الكلام ده، احنا عاوزين نعيش في سلام، عاوزين نريح دماغنا، عاوزين نشوف حالنا ومصلحتنا. ما انت في بعض الناس مثلا ممكن تقول له احترم نفسك، فيقول لك ايه ده خايف مني، ده بيقول لي احترم نفسك، مش عاوزنا اتكلم، مش عارف ايه. هو في بني ادم بيفهم الاشاره، وفي بني ادم تقول له احترم نفسك فيفهم ان هيجي عليه طوفان فيحترم نفسه. انا رجعت تاني طبعا لان الناحيه دي هتطلعني بقى على البحيره نفسها والقصه اللي انتوا عارفينها، وانا بدور على مكان نقعد فيه ونتكلم معاكم كلمتين بما يرضي الله. تصور ان قرارات تدمير العالم اجمع تقريبا في الحرب العالميه الثانيه كان بيتخذ هذا ايه في هذه البنايه، مش هقول عليها اكتر من كده. وراحوا فين؟ راحوا في مزابل التاريخ. الناس بتذكرهم وبتشتم عليهم لانه دمروا العالم. اوعى تفتكر ان في حد بيبقى فرحان للحرب والتدمير. النهارده انت كمغترب لما بتهاجر من بلدك وبتيجي على اي بلد من هذه البلدان، ايه اللي بيحصل معاك؟ اللي بيحصل معاك كالاتي: بيقعدوك في مكان معاك شنط، فجاه يقولوا لك احنا ننقلك من مكان تاني، فبتلم العفش بتاعك وبتبدا تروح المكان التاني، فبتبقى حاسس بالقلق بعدم الامان. ليه؟ في اي لحظه انت مش مستقر وبتنام وبتطمن يبقى في بيتك. نفس القصه الناس اللي هي مثلا بتبقى ساكنه في شقه ولظروف ما الشقه دي، فبيضطر ان هو يعزل من الشقه يروح شقه تانية سواء احسن او اوحش. انا ما بتكلمش على الوحشه ولا الحلاوه. فالواحد بيبقى برضو متشحطط، يلم عزاله، يلم شنطه، يلم عفشه، ويجيب عربيه وينزل ويجيب ناس تشيل وتحط وبتاع. موضوع مقرف تحس بيها اللي هو جرب هذه الامور. انا بصراحه ما جربتش الموضوع ده كتير، ولكن بصراحه جربته هنا، ان انت بعد ما تقعد فتلاقي سكن فتاخد عفشك وتاخد عزالك وتاخد اسرتك وتاخد عارف شحططه. احنا كان فين من الشحططه دي؟ بتؤمن بحاجه اسمها العلامات؟ يعني ايه العلامات؟ اللي هي الامارات يعني. في بلاد ولكن اغلبيتهم كانوا في امريكا الجنوبيه وخصوصا البرازيل، الناس اللي هم بتؤمن بالعلامات. يعني ايه علامات؟ يعني واحد بائس من حياته مهدده، فحد بيديله اماره لحياه جديده، فالحد دون بيفضل مؤمن بهذا الشخص ان ده اله ليه، لانه كان واقع في ضائقه وهو تنبأ له ان هو هيبقى في حال او وضع غير كده. زي ما قلت لك هتلاقيهم كتير قوي في الارجنتين والارجواي والبرازيل، وعد بقى دول امريكا الجنوبيه كتير ما شاء الله. لدرجه هؤلاء الناس ممكن يمجدوا هذا الشخص، ولما يموت يبقى ده اله ليهم، والناس كلها بتاعت القرية أو المدينة تروح تزوره وتقدم ليه الهدايا والعطايا، ويقعدوا يعملوا له تمثال، عارف حاجة مصغرة من اللي هم قريش اللي هم كانوا بيعبدوا الأصنام في قريش. كل ده موجود في القرن 21. يعني الموضوع ما بيقفش على تكنولوجيا أو على نمو واقتصاد وتمدن الناس والحضارات الكلام ده، لأ. في ناس مخها متنبل، مخها حميري، استحمرهم حد فيستحمروا شعب معاهم، مؤمنين بشيء معين، فلو قعدت تقنعهم ليه السنة الجاية هم مؤمنين بالحمورية اللي هم فيها. فدول هتلاقيهم برضو كتير، وده ملوش علاقة، أنا ما بتكلمش عن الأديان، ما بتكلمش عن أي شيء، ولكن دايما بقول الحمد لله على نعمة الإسلام، وأنت كمان قول الحمد لله على نعمة دينك. بص هتلاقي بلاوي في العالم، هتلاقي حاجات كتيرة قوي. ومناسبة البلاوي طبعا انا ضد الكلام دون عشان بس الناس تبقى فاهمة ان احنا رجالة وناس محترمة زي حضراتكم بالظبط. يعني مش معنى ان انا لما بلاقي واحد مثلي، عارف المثلي ده ايه؟ اللي هو الخوخو اللي هو بينام على بطنه، اللي هو جولبنز على رأي عبد الله، اللي هو الدبلة، اللي هو عارف اسماء كتير قوي. الناس دول لما تشوفهم في الشارع مش من حقك ان انت تضربه، او مش من حقك ان انت تقول له تعالى اعمل كده. يا باشا انت مش في دولة
عربية إسلامية. أنت في أوروبا هنا في حاجة اسمها حريات، كل واحد حر في نفسه. بالمناسبة يا جماعة والله العظيم للأمانة، لأن أنا راجل عندي ضمير وبخاف من ربنا أن أنا أقول كلمة زور، روسيا وأوكرانيا ضد المثلية. فيه انا قلت لكم ان هو موجود في كل العالم، احنا بنشوفهم قدام مننا كل يوم، واحد يطلع لك واخد بالك انت عباره عن بسلي عامل زي اختها بالظبط. فالمهم اوكرانيا وروسيا ضد المثليه الجنسيه، ضد ان واحد يتجوز واحد، ضد ان بنت تتجوز بنت، ضد الكلام دون والله العظيم يا جماعه. وشوفوا الدستور الاوكراني والدستور الروسي او القوانين الروسيه ما بيقبلوش بكده. في 2014 انا متذكر جماعة المثليين في أوكرانيا العاصمة كيف حبوا يعملوا لهم وضع، والله العظيم والله العظيم الشباب الأوكراني طلع رقعهم حتة دين علقة، والله خربهم خالص. طيب العنف أنا معاه؟ لا أنا مش مع العنف، أنا مع العقل، الكلام باللسان هو ده اللي أنا معاه. لكن نضرب بعض ونشتم بعض ومش عارف إيه عشان أفرض عليك المثلية اللي هي بتاعته، لا. وفي نفس الوقت أنا مش هنصحه يرجع عن الطريق اللي هو فيه. انا بقول كلمتين وما بحبش اتكلم كتير، وفي امارات عشان تعرف ان في امكانيات وامكانيات ضخمه. فلما بتقول لحد يا ابني عيب احترم نفسك، ما بيفهمش الكلام ده، بيفهم ان انت ضعيف فتضحك. لازم تضحك، لان الفقاقيع زي ما قلت لك لما بتتنفخ فبتبص تلاقيها بلينه كده في الميه، بس بعد ثانيه بتلاقيها فرقعت زي الجيش اللي عمال يفرقع اللي هو الجيش الروسي. احنا كل يوم بنشوف خسائر في المعدات، خسائر في الفلوس بتاعتهم، خسائر في الارواح. طب احنا اللي موتنا الناس دول، او احنا اللي قلنا لهم تعالوا حاربوا الاوكران وطلعوهم من بيوتهم وهدموا بيوتهم وضربوهم بالصواريخ الساعه 5 الصبح وخشوا اوكرانيا والناس نايمه في بيوتها امنين سالمين غانمين، مفيش في دماغهم قلق، ويفاجئوا بصواريخ بتنزل عليهم، ويفاجئوا بالجيش الروسي يخش اوكرانيا ويقول لك احنا في عمليه عسكريه. يعني ايه عمليه عسكريه خاصه؟ يعني مش فاهم انا، هو انت سعادتك الصواريخ دي بيضربوها في افراح العمده واعياد الميلاد؟ انت في حرب بس عالم متخلفه مش عاوز يقول انا بحارب الاوكران عشان ما تتحسبش عليه حسابات كتيره، او عارف ان العالم كله هيقف قدامه، فبيقول لك عمليات عسكريه. واخيرا من 3 4 اسابيع اعلن الحرب. اعلن الحرب ليه؟ لانه جيش مهزوم، جيش اتدمر، حتى الروح المعنويه لجنوده بقت في الارض. ما تقعدش تتفرج لي على القنوات اللي هي بتدعم روسيا داخل روسيا. الله انت عاوزني ليه تفرض عليا انا اتفرج على الروس؟ اما الروس كذابين ما احنا عارفين، واحنا بنشوف الحقائق بعنينا في حته تانية. قعدوا يقول لك الجزيره الكذابه، الجزيره المنافقه، الجزيره مش عارف ايه. خلاص قلنا لهم بلاش يا عم الجزيره، يعجبك السي ان ان؟ لا مش عجباني. يعجبك العربيه؟ لا مش عجباني. يعجبك مش عجب، تقعد تجيب له في قنوات بتقول حقائق، وكالات عالميه محترمه بتقول مصداقيه في كلامها، ما عندهمش حته المفبرك، فبيقول لك الحقيقه وليهم مراسلين على الجبهات دي وشايفين بعينيهم وبيصوروا كل حاجه. لما تيجي انت تستشهد بالناس دول، ولاد الحرام دول كلهم كذابين، وابن الحلال الجيش بتاع روسيا هو اللي صادق. هو يعقل يا جماعه ان كل يوم كانوا بيموتوا بالتلتمية والربعمية، وفي احيانا ايام يقول لك موتنا 700 يوميا والله العظيم بدون انقطاع لمده 8 شهور. يا جدع ده انت لو ايه؟ لو انت بتموت في الجيش الامريكي كان زمانه خلص من سنتين مش من 8 شهور. ففي امور احنا ممكن نقعد بالصبح نتكلم على الشراذم والفقاعات اللي احنا بنقابلها في حياتنا، بس انا كنت نفسي ان انا ادخلكم المكان ده، ان شاء الله هدخلكم المكان ده وافرجكم المكان ده كان فيه ايه. وخلي بالك شرف ليك وشرف ليا كمصري ان انا اروح اخد صوره جنب الهرم. الهرم حجاره، ايه الحجاره دي؟ لا هنا كان اجدادي عايشين، اجدادي هم اللي بنوا الصرح ده، فانا بفتخر ان اجدادي عملوا الكلام ده. نفس القصه انا لما باجي اخش مكان كان فيه حد العالم كله بيتكلم عليه، ففخر لينا ان احنا نكون في هذا المكان التاريخي. الناس بتدور على تراث ليها، بتدور على حضاره ليها، بتدور لنفسها على جذور، واحنا للاسف عندنا كل الجذور وعندنا كل الحضارات وعندنا اجدادنا من الاف السنين ومش عارفين نحافظ او نبتكر اشياء جديده. ربنا يهدي الحال ويصلح حال الجميع. اوعى تكون من الناس اللي بتؤمن بالعلامات او الامارات
الامارات والعلامات احيانا في حد بيديها لك بس مش عاوزك تعبده، لا عاوزك تاخد بالك ان ده انذار شؤم ليك. بس هو ده اللي انا كنت عاوز اقوله النهارده. اتمنى حلقه النهارده تكون عجبتكم. صباحكم جميل، صباحكم فل، صباحكم عسل، اشوفكم على خير. السلام عليكم.